انا هنا النهاردة هقف معاكم على علامات بارزة في الحوار الوطني، مش هقدر اتكلم في كل احداثه. تعالوا مثلا نشوف بعد كده هنا ممثل الراجل اللي قدام حضراتكم ده، ده مؤسس طيار استقلال المعلمين والاتحاد الوطني للمعلمين المصريين والمتحدث الرسمي باسم المعلمين في الحوار الوطني، الدكتور محمد زهران. صورته على الشاشة اهو. الراجل ده بقاله فترة طويلة شغال على هموم المعلم وبيطالب بحقوق المعلم والمدرس في مصر. عملوا فيه ايه؟ بعتوا له في أمن الدولة، لأن كان عنده مؤتمر في أحد الأحزاب، كان المفروض يبقى يوم 10 أغسطس. راح أمن الدولة، الراجل راح سلم نفسه، قعد معاهم في أمن الدولة وبعدها اختفى. أمن الدولة اتصلوا على مراته، قالوا لها هاتي تليفون جوزك وسلميه على باب الأمن الوطني وامشي. وقد حدث. سلمت زوجته تليفونه وبعدها اختفى قصريا فترة، وبعدين ظهر الدكتور محمد زهران وتوجهت له تهمة واتحبس بتهمة نشر أخبار كاذبة. مصدر قضائي مصري مؤسس طيار استقلال المعلمين محبوس بتهمة دعوة المعلمين لمؤتمر دون تصريح. ومع ذلك ده من أنشط الشخصيات النقابية، مش بس المعلمين، راجل ليه دور وكان في الحوار الوطني، مع ذلك بيتنكل بيه لأنه صدق إن في حاجة اسمها حوار وطني، فتح صدره واتكلم بصدق عشان مصلحة الوطن مش مصلحة الحاكم. ده على سبيل المثال. نروح لحاجة تانية، الحركة المدنية الديمقراطية. كلمتكم عنها امبارح ووريتكم ازاي احمد موسى بهدلهم، مسح بيهم الارض وقال لهم مين اداكم الحق تتكلموا باسم الشعب، كأنه هو بس والسيسي اللي من حقهم يتكلموا باسم الشعب، لان هم عارفين كويس الحركة المدنية مؤثرة ولها ثقل. عرفوا ده منين؟ هقول لك الحركة السياسية أو الحركة المدنية السياسية دي تتفق أو تختلف معاهم، هم موجودين في السياسة والحياة الحزبية من قبل السيسي وهوجة الصبيان اللي ماشية دلوقتي. دول ما نزلوش لا بالباراشوت ولا جنب الدبابة زي الأحزاب اللي السيسي عملها من مخلفات العسكرية المنتشرة وسطين، أحرار وطن، حراس وطن، يا سلام يا وطن، الحاجات الجميلة والرائعة دي. الحركة المدنية زي ما قلت لكم امبارح طلعوا بيان وقالوا ان السيسي ما ينفعش اصلا يترشح لان البلد ما تستحملش. ادي كلامهم اهو، انا بس مفكركم بيه على السريع. حركة المدنية: مصر لن تتحمل فترة رئاسية ثالثة للسيسي، وتأخر التغيير يضعها على شفا الانفجار. وعشان ده ألم جامد جدا على وش السيسي وصبيانه ومخابرات عباس كامل، فكان لازم يبقى في وقفة قوية. ليه؟ لأن المخابرات عارفة أن رموز من الحركة المدنية دي هم اللي ساعدوهم قبل كده في الانقلاب تحت مسمى جبهة الإنقاذ أيام الرئيس مرسي الله يرحمه، واخد بالك؟ تمام؟ مخابرات عباس كامل عارفة أن في رموز من الحركة المدنية شاركوا معاهم وساعدوهم قبل كده في التحضير للانقلاب على الرئيس مرسي تحت مسمى جبهة الإنقاذ، ده أيام مرسي الله يرحمه. فعشان هم عارفين تأثيرهم فمش هيسيبوهم. هجوم صبيان السيسي هيستمر عليهم شوية كمان، وده اللي عمله أحمد موسى تاني امبارح، أو امبارح هاجمهم وهاجبهم تاني أو لمرة تانية امبارح. اسمعوا معايا قال عنهم ايه. قل لي انت معترف بالدستور ولا لأ؟ الأول الدستور بيقول للرئيس الحق، أيوة له الحق أنه يخوض انتخابات القادمة، ده رقم واحد. يعني ما منعش الرئيس؟ لا ما منعش. يعني واضح؟ المادة 140 واضحة. اقرأ الدستور يا جماعة، يا حركة مدنية اقرأ الدستور، يا ولد يا طنطاوي اقرأ الدستور، اي حد يقرأ الدستور الاول قبل ما يطلع يتكلم. لو انتوا بقى عايزين تتكلموا، يا اما انت معترف بالدستور يا اما مش معترف بيه، فتوضح لي، وضح لي رأيك في الدستور. هل انت معترف بيه؟ يبقى الدستور ده كامل على بعضه، ما تنقيش، اقرأ الدستور واطلع اتكلم. احمد موسى بيتكلم عن الدستور، والله العظيم يقول لك احترم الدستور. هلا احترم الدستور يا هلا. الحركة المدنية ولا الحركة الوطنية ولا اي حد عنده دم في البلد دي مش بيتكلم من واقع دستور انتوا عاملينه على مقاسكو. الناس بتتكلم من واقع عايشينه وشايفينه وشايفين فيه فشلكم. كلام احمد موسى ملوش غير هدف واحد، هو القتل المعنوي لاي حد يقرب من عبد الفتاح السيسي. ده بيظهر اكتر في طريقة كلام احمد موسى
بإهانة وازدراء عن الحركة الوطنية، وإهانة وازدراء عن أحمد طنطاوي المرشح المحتمل للرئاسة، طبعا لأنه مش على هوى السيسي. ممكن يكون على هوى المواطنين وانتخبوه، بس هو مش على هوى السيسي. لما تشوف العك ده كله تعرف ان التغيير في مصر بيحصل، بس للأسوأ مش للأحسن. وأي حد كان فاهم أو متخيل غير كده يبقى لسه ما تعلمش الدرس كويس. دول تعالب، تعالب قرروا يلبسوا ثوب الواعظين لهدف معين مش أكتر من كده.